فيما يتعلق بالاتهامات الروسية للحكومة الأوكرانية باستهداف هذه المصافي أو الأراضي الروسية أو حتى الاستهداف الأخير للعاصمة الروسية موسكو، ما زالت الرواية الأوكرانية تتخذ حالة من الصمت وعدم الرد الرسمي على مثل هذه الاتهامات. لكن من الجانب الآخر ميدانيا هناك نرصد حالة من الصمت والتوتر الشارع الأوكراني هنا في العاصمة الأوكرانية بعد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها العاصمة الأوكرانية كييف. هذا التوتر يطابق له أيضا حالة من التأهب الجوي لسلاح الجو الأوكراني وسلاح الدفاعات الأرضية الأوكرانية في ظل البيانات الواردة من وزارة الدفاع الأوكرانية فيما يتعلق بإمكانية هجوم روسي كبير على الأراضي الأوكرانية بصواريخ من نوع كاليبر وصواريخ فرد صوتية. هذه التعليقات أيضا أشارت إليها ناتاليا هامنوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، أشارت إلى أن القوات الروسية تعمل على تعزيز القوات الروسية في العاملة في البحر الأسود وتدفع بالمزيد من السفن الحربية والقطع العسكرية في البحر الأسود، وما زالت القوات الروسية تعمل على تخزين مجموعات كبيرة من الأسلحة وتحديدا هي من صواريخ كروز حسب ما أشارت إليه هامنوك. كذلك أشارت إلى أن القوات الروسية تعمل على تخزين أيضا مخزون كبير من الطائرات المسيرة التي باتت تستخدمها القوات الروسية في الهجمات الأخيرة. في الجبهة الجنوبية أيضا نبقى هناك في منطقة خيرسون، كانت هناك عمليات هجوم مسلح كبير، هجوم بالطائرات الروسية وبالمدفعية الثقيلة، هاجمت المدينة حسب بيانات الإدارة العسكرية 40 مرة خلال 24 ساعة الماضية. في شرقي البلاد أيضا تتواصل العمليات القتالية في عدة محاور، لكن في محور بخموت أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية هذا اليوم إلى أن العمليات العسكرية توقفت في هذه المدينة ولم تسجل أي قتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. العمليات العسكرية هي فقط تتمحور الآن في منطقة مارينكا ومنطقة أفديفكا، وكذلك الحال أيضا في ليمن وأفديفكا. 22 هجوم استطاعت القوات الأوكرانية من التصدي لزحف القوات الروسية باتجاه مواقع تمركز القوات الروسية. في خضم هذه العمليات تواصل القوات الروسية في الجبهة الشرقية من تسديد الهجمات الجوية باتجاه مواقع تمركز القوات الأوكرانية. سجلت وزارة الدفاع هذا اليوم أكثر من 60 ضربة صاروخية وضارب بالطائرات أيضا على مواقع القوات الأوكرانية. كذلك هو الحال، كان الرد من قبل القوات الأوكرانية بأكثر من 10 هجمات لتمركز القوات الروسية في الخطوط الخلفية.